يلا بابا يلا خلينا نجيكم بالفيديو. شكو شكو غوص غوص براء ومحمد حوض السباحة. هذا براء يتشقلب في الماء كالسمكة، وأما محمد فإنه يغوص كأسد البحر. يلا أرنا غوصك يا محمد. يلا إن شاء الله طلعت مية. أيوة محمد يغوص تحت الماء كأسد البحر، أما براء فإنه يغوص كالسمكة ويسبح كالأخطبوط. نلاحظ أن هنا كمية الهواء كبيرة أكبر من دونها في مناطق أخرى بسبب هذه الفتحة التي بين البرجين، وهذا ما يؤيد النظرية التي قمت بها ألا وهي استخدام الأبنية أو استخدام مسافات بين الأبنية في حصر الهواء ولزيادة سرعته وبالتالي الاستفادة من طاقته وتوليد الطاقة. توليد الطاقة. يلا سباق سباق يلا سباق محمد وبراء سباق مشان نصوركم فيه. محمد وبراء محمد وبراء سباق يلا مشان نصوركم فيه. يلا لهناك لهناك على الزاوية. يلا لأول هنا لهون. يلا واحد اثنان واحد. أنتم مستأنفان السباق مرة أخرى. يا سلام.